ما عاد مستغربا في عراق المحاصصة والميليشيات والأحزاب الفاسدة أن تتم صفقات فساد بين أطراف عديدة لنهب مقدرات الشعب العراقي. شركة الموانئ العراقية عنوان جديد لتلك الصفقات المشبوهة التي أورثت العراقيين مزيدا من الفقر والبطالة بينما ينعم السارقون بما نهبوه من أموال الفقراء. تشكلت من قبل البرلمان لجنه للتحقيق في شبهات الفساد بموانئ العراق فاكتشفت اللجنه ان اداره الشركه منذ توليها المسؤوليه قبل نحو اربع سنوات لم تسلم اي اموال الى وزاره الماليه على الرغم من ان ايراداتها خلال هذه المده تجاوزت ثلاثه تريليونات دينار الامر الذي يفتح الباب امام تساؤلات عديده بشان اوجه الصرف لهذه الاموال وبحسب لجنة التحقيق البرلمانية فإن إدارة شركة موانئ العراق أهدرت نحو 20 تريليون دينار من أموال العراق ورهنت خيرات البلاد لجهات سياسية فاسدة ناهيك عن الصرف الباذخ على أمور طائفية لا علاقة لها بأعمال الشركة أو اقتصاد العراق راية الإمام الحسين 53 93 و540 ألف دينار عراقي 93 مليون و 540 ألف دينار عراقي راية الإمام الحسين عليه السلام ما اعرف شنو وجودها هذه وحده لجنه التحقيق تقول انها تتعرض لضغوط ثلاثيه الابعاد من جهات سياسيه وحكوميه متنفذه في محاوله لتقويض عملها وعرقله ما تقوم به من كشف عن الفساد والفاسدين في شركه الموانئ العراقيه التي تسيطر عليها شبكات المافيا بدعم من ادارتها الفاسده. وتؤكد لجنه التحقيق انها طلبت بصوره رسميه من شركه الموانئ تزويدها ببيانات ووثائق لكن المعلومات التي سلمتها الشركه جاءت منقوصه اولا ثم بعد ذلك ذهبت شركه موانئ العراق الى تكذيب هذه الوثائق عندما استشعرت خطر انكشاف الفساد المتغلغل فيها مسلسل الفساد في العراق لا تتوقف حلقاته إذا فاستمرارها مرهون ببقاء عملية سياسية أسسها الاحتلال لتكون بمثابة مزرعة لإنتاج أجيال من الفاسدين وسراق المال العام